النص ده، النص اليمين السليم، النص اللي هو العكسي، عكس الحته دي. هنا دخل فايل، محتاج يعمل كروسنج؟ لا، طلع على نفس الناحيه، يبقى في الكونترا لاترال الفاين سليم، لانه مش محتاج يعدي على الجزء البويز. طيب ولو انا جيت اقول البين والتمبريتشر من هنا، مضطر يعمل كروس في النص الشمال ويطلع في الحته الشمال، يبقى الكرود سنسيشنز كونترا لاترال ار لوس. يبقى واضح جدا لو عملنا زوم بلو ذا ليفل اوف ذا ليجن ان العكس صحيح. في السيم سايد كانت الفاين بايظه لكن ما طلعتش، بقت سليمه كونترا لاترال بلو ذا ليفل، والعكس صحيح في الكرود سنسيشن. انتم لو تلاحظوا عملت حاجه في منتهى الاهميه، انتيريور هورن سيل. هتقول لي طب وايه المهم في الحوار؟ تعالوا بقى نكمل الرسمه فوق. نتخيل ان ده الكورتكس، المدير بتاعي، الموتور كورتكس. انا عايز اتحرك، عشان اتحرك لازم الكورتكس هنا اهو، زوم عليها، يبعت اشاره لمين؟ للانتيريور هور سيل. هتقول لي في اي فقره؟ استنى بشاور على دي. هتقول لازم يبعت لدي. طب عشان يبعت لدي يبقى لازم يعدي على مين؟ على الانتيريور هور سيل اللي قبلها. ما يا جماعه التراك ماشي كده من فوق لتحت، نزل على فقرات، فقره فقره. جه يعدي على الفقره اللي نصها بايظ، يبقى الانتيريور هور سيل هنا ايه؟ هكتب عليها بايظه. فالتراك اللي المفروض يجي كده ويعمل كروسنج ويوصل لهنا اكتمل؟ ما اكتملش. فالانتيريور هورن سيل اللي تحت قالت انا مش قادره اغذي مجموعه العضلات بتاعتي، يبقى العضلات اللي هنا تبقى سليمه ولا مشلوله؟ مشلوله، لان يعني مفيش امر فولانتري جه من الكورتكس، على الرغم ان السيجمنت سليمه بس التراك اتقطع في النص. عشان كده قالوا يبقى اذا العضلات الشمال جينيتي ليفت سايد، هنكتب بقى العضلات الشمال مشلوله بارلايزد، اللي هي الهيميبليجيا او الشلل النصفي. شوفوا عظمه ربنا، انا وعدتكم ما اقولش موت، بس هقول كلمه صغيره اورينا قد ايه ربنا ده عظيم والابداع اللي بيتعمل. رجل الشمال مشلوله، سؤال، طالما مشلوله هل انا محتاج احس بيها بروبيوسيشن؟ طبعا لا. هتقول لي ليه؟ طالما ما فيش موتور فانكشن، ايه اهميه سنسوري بدون موتور؟ ايه اهميه احس ان في ارض تحت رجلي ورجلي لا تتحرك؟ هتقول لي طبعا لا، ملهاش اهميه، بس اقنعنا بقى، انا اقنعتكم بيه. بصوا بقى التاني، المفروض بيدخل هنا ايه؟ يدخل البروبيوسيشن، يعني هاجي امسح عشان اوري لك العظمه اللي ربنا عملها. نفترض هنا رجله او الناحيه الشمال بتاعته، هنا البروبيوسيبشن اللي هو المايجنيتد نيرف، ده فاين سنسيشن. انا قلت ايه فاين على السيم سايت؟ بايظه. جه البروبيوسيبشن بتاع رجله الشمال عايز يطلع اون ذا سيم سايت، عشان في النهايه يبلغ الكورتكس، قلنا له اصل نص السيجمنت اللي فوقك بايظه، لو حاولت تعدي مش هتعرف يا بروبريوسيبتيف، يعني رجلك الشمال هتفقد الاحساس ان في ارض تحتها، بالاضافه ان الموتور تراك اللي نازل لها ما اكتملش، يبقى اذا مشلوله زائد فقدت احساس الارض. ايه العظمه دي يا رب؟ يعني من الاخر انا خليها لك، امال هي معموله ليه؟ دعانا هتعرفوا فيما بعد، بالرغم انها مشلوله ولكن التون فيها عالي، وهشرح السبب. عارفين زي الدعانة الخشبيه، زي واحد عنده رجل خشب، هتقول له طيب ودي عظمه ربنا اكبر بقى، انا رجلي الشمال المشلوله فقدت سنسوري وموتور.
طب ورجل اليمين؟ رجل اليمين ما فقدتش حاجه، ليه؟ لان لو جيت مسحت هنا ده بروبريو سيبشن، فالرايت سايد طلع على نفس الناحيه والنص ده سليم، حاسس ان في ارض تحت رجلي. هتقولي لي طيب ده احساس حلو، طب والحركه؟ زي ما في عندي كورتكس، مش ده كورتكس يمين؟ عندي كورتكس برضه ايه؟ شمال. في قاعده دائما ابدا في النيور ان الكورتكس الشمال بينزل اشارات تعمل ايه؟ كروسنج. يعني ايه فكره كروس؟ يعني الكورتكس الشمال هيعمل كروس في المضله، طب وده بعدين؟ وينزل على ايه؟ على نص الفقرات اليمين اللي في الرسمه دي سليمه ولا مشلوله؟ نص الفقرات اليمين كلها سليمه، فينزل على النص اليمين، ينزل على الانتيريور هورن سيل بتاعت رجلي اليمين، يقول لها هشغلك، يبقى اذا الرجل اليمين سليمه حركه موت حركه ومشي وسليمه كاحساس. شفتوا الابداع؟ السنسور يمشي مع موتور، وافتكر الكلمه دي سنسوري موتور كوردينيشن. هتقولوا حلو كده كلام جميل، عشان تبقى فاهم اهميه الكلام ده ناقص اخر حاجه ونختم الفيديو. Above the level of the vision هنمسح عشان الدنيا بس تبقى واضحه والناس تشوف الفكره ماشيه ازاي. بصوا بقى اهي، وهنمسح الحته دي طبعا، هي فكره الكروسنج بس هي فكره ببساطه اهي. بصوا بقى ده أضاف ذا ليفل، صح؟ مش ده الاكل ده الأضاف. طلبه كتير هتقول وايه اللي هيحصل في الأضاف؟ ده الأضاف ده باشا، ده هو المشكله تحته. لكن قالوا ايه؟ الشظيه اللي جت للجنود الفرنساويين عملت اريتيشن وفايبروزس للاعصاب اللي داخله في اي حته في السبايدر كورد. يعني العصب اللي داخل ده بواقي الشخصيه الريمنس انا هعمل فيها اريتيشن، شويه اريتيشن في الدرماتومال سبراي. بس هتقولي طب السنسيشن سليم، طب والموتور سليم، حاسس بس ان في فتره فيها شويه مشاكل فقط. يبقى اباف ذا ليفل اريتيشن اوف ذا افورت فقط، لكن سنسيش اهو جرب مش محتاج حبس. لو دخل من هنا بين لما تبص الناحيه الثانيه، او بين من هنا لما تبص الناحيه الثانيه، طب لو دخل بروبروسيبشن كده او كده هيطلع اون ذا سيم سايد. انا مشكلتي في ايه؟ طب والانتيريور هورن سيل اليمين والشمال؟ الكورتكس الشمال هيبعت الانتيريور هورن سيل اليمين، والكورتكس اليمين هيبعت الانتيريور هورن سيل الشمال. في النهايه عايز الخص الفيديو بنقط محدده، لو عايز تذاكر سنس ريليجن صح ابتدي الاول من النيرف. في اربع مشاكل، واحد مونو نيورايتس، اثنين بريفرال نيورايتس، ثلاثه قلنا على الهايبر الجيزيا، واربعه دورزال روت ليجنز. رقم اثنين مشاكل السباينال كورد، هم اربع مشاكل، يا اما مشكله في الدورزال روت من بره هيربس زوستر، يا اما مشكله في الدورزال روت بانفلاميشن بفيروس اسمه سبايروكيتس، يبقى تيرس دورساس. اتكلمنا على الكوز، على المكان السايت، اتكلمنا على الفاكتس، على ايرلي وليت افكتس. سيرينجوميليا قلنا حقنه في النخاع الشوكي والكابيتيشن، اتكلمنا على ايه سبب تسميه المرض بهذا الاسم، ايه الكوز بتاعته، ايه هي الافكتس، امتى سنسيشنز تفقد او سنسيشن لا، لو امتد اللاترال هون، لو امتد الانتيرو هون، لو المشكله حصلت في البرين ستام اسمها سترينجوبالجيا. اخر مشكله في سباينال كور قلنا هيمي ساكشن اوف سباينال كور او براون سيكورد سندروم. لازم ترسم الفتره بالمنظر اللي انا عملته وتقسمها بالنص تمام، وتقول ات ذا ليفل اباف وبيلو، ولازم تتكلم في الات ذا ليفل والبيلو على السنسيشنز على نفس الناحيه وعلى الناحيه العكسيه، ولازم اباف ذا ليفل تقول حصل اريتيشن بسيط لكن سنسوري وموتور سلام جدا.
المدن انا ما اتكلمتش عليه غير بفكره بسيطه، لكن هيتشرح تفصيليا مع الموتور نيرفس سيستم. ده العنوان الثاني سباينال كورد. قلنا اربع امراض، واحد قلنا هيربس باستر، اثنين تيرس دوسيلس، ثلاثه سيرينجوميليا، اربعه براون سيكورد سندروم. برين ستام ليجن قلنا هيمي اناستيزيا او هفقد نص الاحساسات اللي جايه من الناحيه اليمين او من الناحيه الشمال لفكره الكروسنج. رابع مشكله في السنسوري سلس، تلاحظوا ان مشاكل السنسوري انا بمشيها من تحت لفوق. خلصت النيرف، دخلت على سباينال كورد، خلصت سباينال كورد برين ستام، خلصت برين ستام سلس اسمها سلامك سندروم، شرحتها في الفيديو اللي قبل كده. وخامس حاجه، طب لو باظ السنسوري كورتكس، اتفقنا ان هو ثلاث اجزاء S1 و S2 و S3.